الحمد لله، الله يبارك فيك. يسرى ممثلة مغربية، قريت المسرح فرنسا، دخلت هادي تقريبا 3 سنين المغرب، وبديت كنشتغل في مجموعة من الأعمال في التلفازة وكذلك في السينما. أولا أنا ممثلة، نقدر نلعب دراما والكوميديا، ما عنديش أنا ممثلة درامية أو ممثلة كوميديا، أنا ممثلة مشخصة، أي دور غيتعطى ليا غادي نشتغل عليه وغادي نخدم عليه. فوالا، بالنسبة للكوميديا أول تجربة ليا في الكوميديا وفرحت بها بزاف الصراحة، لأنني استمتعت فيها بزاف، خديت راحتي، بيرسوناج بعيد عليا بزاف، بعيد عليا وفريمون عجبني الحال أنني نخرج من 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 بحال خرجت من لوكور ديالي وجسدت هذاك الدور ديال الخلود اللي بعيد بعيد عليا تماما، ولقيت راحتي بزاف صراحة في الكوميديا، وكنتمنى يجوني فرص اخرى ان شاء الله في المستقبل. تورناج داز زوين، لا مع سي حسن لا مع الفريق العمل كامل، لا التقنيين لا الفنانين. بالنسبة لسي حسن، الخدمة معاه ممتعة وزوينة بزاف، وكان لي الشرف أنني نشتغل معاه في هذاك العمل، لأنه فنان حقيقي اللي كيخدم من قلبه وكيخدم بحب كبير وكيحرص على التفاصيل كاملة ديال العمل، أدق التفاصيل كيشوفها وكيلاحظ عليها، وهو كيوجهنا كيوجه الممثل مزيان وكيعاوننا باش نعطيه الأحسن والأفضل، وكنبغي نشكره بزاف على هاد الفرصة. شوف، هاد القرار ما كرجعش ليا طبعا، كرجع للسي حسن، هو اللي كيختار، ولكن طبعا إلا تحت لي الفرصة مرة أخرى أنني نشتغل معاه أو تاني طبعا أكيد، لأنه كما قلت لك فنان حقيقي، كيعرف شنو باغي يدير، كيعرف فين غادي، كيعرف فين غادي، وأنا بالنسبة لي مهم بزاف، والإدارة الفنية ديالو رائعة ومتميزة وفوالا، وكنشكره بزاف مرة أخرى. شخصية كبور ما زال تقدر تبقى وتعيش للأبد. كاين بزاف ديال الفنانين شغلوا بشخصية واحدة حياتهم كاملة، كمستر بين، شارلي شابلين، بالعكس أنا ما عنديش مشكل، وكنشجعه أنه يستمر في هذه الشخصية اللي كنا جميع المغاربة حبوها واللي كتضحكهم واللي كتعجبهم. فأنا مع أن سي حسن يبقى ويستمر في كبور، وهو طبعا كيجدد، راه كل عام كيجيب شخصيات جداد اللي كيعطيو نفس جديد للعمل، وكي فوالا، دونك بالنسبه لي انا مع. بالعكس انا عجبني الحال بزاف، عجبني الحال لان كيوجه الممثل، وانا كنبغي نكون مع مخرج اللي يوجهني، وسورتو يكون كيوجهني في الطريق الصحيح. كاين مخرجين بزاف اللي كيوجهوا ولكن ما كيوجهوش في الطريق الصحيح، وسي حسن كنا كنثقوا فيه، يعني ما كنعاودوش معاه الهضره حيت تايقين فيه، حيت عارف راسو شنو باغي يدير وعارف راسو شنو تيقول، يعني الخدمه معاه بعدا كنرتاح، وكنبقاوش بعدا واحد الهم اللي تيكون عند الممثل بعض المرات اللي تيقول واش هادي كانت مزيانه واش هادي كانت خايبه. حنا لا، اون فوا كيقول كوبي ما غنعاودوهاش، صافي عرفناهاك، وهذيك اللي خصها تكون وهذيك اللي ما كنبقاوش كنقول ناريه كما ما كانتش مزيانه، ما كنبقاوش في هاد التساؤلات هادو. بالعكس انا عجبني الحال اللي كيقول عليه صعيب، وي صعيب صارم في الخدمه ديالو، ولكن انسان رائع وكيحترم الممثلين كاملين الكبار والصغار، وبالعكس عنده الخاطر بزاف، تخطو في هاد السلسله هادي كان كيوجه الممثلين صغار، صعيبه بزاف، خص بزاف ديال الجهد، خص بزاف ديال الخطر، خص بزاف ديال الانرجي. الوغ يلا ساليت التصوير ديال مسلسل جوديا
اللي غادي تعرض ان شاء الله مورا رمضان من اخراج صفاء بركات وانتاج ديسكونيكتد. كاين ايضا فيلم سينمائي اللي يلاه ساليت التصوير ديالو مع المخرج والمنتج هشام حجي. وكاين اعمال اخرى اللي ما نقدرش نهضر عليها دابا اللي غادي نصورها ان شاء الله مورا رمضان. شكرا بزاف للجمهور المغربي على الدعم ديالو على التشجيع ديالو. كنبغي نقول لكم عيد مبارك سعيد، الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله.